الجديد ديالي عندي أغنية قريب نطرحها عن طريق كليب في جانفي إن شاء الله. غادي ندير لها لا سواغي دو لونسمون وكنتمنى تنال الإعجاب. سي أن ستيل ديفيرون اللي غادي يشوفوني به الناس سواء في لو كليب أولا في لو ستيل ميوزيكال اللي غنيت فيه هذه المرة. سي تخي ديفيرون، كنوعد الناس أن غيكون شي حاجة سبيسيال. بالنسبة للتمثيل كاين عندي دي سيري اللي غادي يدوزو إن شاء الله في رمضان، كاين دي سيري اللي غادي يدوزو إن شاء الله في وسط العام. لا سيري ديال رمضان إن شاء الله كنوعدكم أنها غتكون شي حاجة جميلة بزاف، قصة رائعة. كاين تعامل مع ام بي سي 5، غادي تشوفوني إن شاء الله في رمضان حتى في ام بي سي 5 إن شاء الله في واحد لا سيري مع مراد الخاوضي. انا جو سوي كونتر هاد الكلمه ديال الجراه، لان الجراه اصلا حنا كممثلات راه حنا جريئات اننا كنقمصوا ادوار وكنديروا ادوار زعما مختلفه على لا بيرسوناليتي ديالنا. انا ماشي مع يعني السيناريو يكون كيحاولوا يستعملوا بعض اللقطات اللي كتكون كيديروها كيجلبوا بها الناس يتفرجوا هذا. نو انا كونتر المجانيه، انا مع الجراه البناءه اللي كطرح مواضيع اللي كتكون عندها واحد الدور اساسي في السيناريو. فوالا. عيد ميلادي كان داز رائع، دار ليا ماما غي سوربريز لا في ديال عيد ميلاد، دونك ما كنتش انا متوقعه نهائيا ان غتكون سواغي ديال عيد ميلادي. عيط لمي ميور زامي، جمعهم، عيطوا ليا، قالوا ليا غادي نخرجوا، داروا واحد الفيلم، داوني ليسباس فين كاين لانيفيرسير، وكانت سوربريز رائعه. ولكن اكتملت ان شعلت فيا العافيه، مي سي با غراف، داز الضحك اكثر من الخلعه. بزاف اللي كانوا كتبوا لي في لي كومونتير عين، ما عرفتش انا ما عنديش فكره. الا كانت العين راه تحيدات، راه كيقول لك كتحرق الواحد صافي راه تحيدات. ماشي من النوع اللي كنكون اللي كندخل في راسي العين العين العين، لان الا جيت نامن بالعين بزاف ما غاديش نقدر ندير حتى شي حاجه في الحياه، غنبقى غير مخبعه وانا من لو جونغ سبونطاني كنبغي نقول كل شيء، ما كنبغيش ندير لوطو سونسور لراسي. غيرت فيا بزاف ديال الحوايج، لاحظت بزاف الناس لاحظوا فيا تيقولوا لي اون تو سون بلو ماتور، وخاص يكون واحد ماتور مي يكون ام، ما عنديش الحق نتصرف بكل عشوائيه كيف كنت قبل فاش كنت حره ديال راسي. دابا عندي مسؤوليه، خاصني نفكر في بزاف ديال الحوايج قبل ما ندير اي خطوه ليا والبنت ديالي. دونك فوالا، الامومه بدلات فيا انني وليت رزينه اكثر، وليت كنخمم اكثر قبل ما ندير اي حاجه.